طبعا هذا المشروع المتواضع اللي فتحناه انا وشريكي هو تحدي يعني بصراحه للشيء اللي تواجهت له انا يعني بحياتي يعني او بهالعشر سنين الماضيه. بتامل من الله انه ما يخجلني، وبتامل من الله انه يعني ينسيني شيء من اللي شفناه نحن. يعني انا محمد مرجان المعروف ابو حسن فلفل من مدينه دوما من الغوطه الشرقيه. بسنة 2013 تعرضت لاعتقال أنا وعائلتي. يعني كانت تجربة كتير قاسية جدا يعني، وأصعب شيء يعني واحد يعتقل يعني هو وعائلته. كان ابني عمره شهر ونص تقريبا، وبنتي عمرها سنة وشهرين. فكانت تجربة كتير قاسية والله، لحتى الله عز وجل قدر علينا وطلعنا بتبادل أسرى يعني بال 2014 بالشهر الرابع. طلعنا من المعتقل على الحصار، حصار الغوطة، تمينا قاعدين بالحصار. طبعا أنا مصاب، عيني اليمين ما بشوف فيها وإيدي اليمين يعني فيها إصابة بليغة يعني. والله تمينا من 2014 لوقت التهجير بالغوطة قاعدين بدوما. ما شفت يعني بالنسبة لموضوع الثورة معلم، الحمد لله لحقت كل البلاءات بالثورة جربتها يعني. ما في بلاء إلا ما من فضل الله مرينا عملنا فيه استراحة. والحمد لله رب العالمين بالتهجير فتت على مدينة الباب، قعدت 7 أشهر بمدينة الباب. فيعني سبحان الله اضطريت اني فوت على تركيا انا وعائلتي. فتت قعدت شي سنتين بتركيا بلا شغل بسبت اصابتي، يعني انا ما احسن لاقي شغل يناسب اصابتي. هذا الامر كثير ضيق علي بصراحه يعني بعيشي، ونحن يعني اهل عز شرواكم يعني، وما متعودين نقعد، ولا بعمرنا قعدنا ولا حتى بالحصار قعدنا يعني. شغل وعمل الحمد لله. أنا مصلحتي الأساسية أصاب جمل وأصاب لحام جمل وعجل. سبحان الله يعني بقت أنا عندي إصابة ما بحسن أشتغل بهالمصلحة. لحتى يعني من شي شهر ونص فات أخي شريكي أبو قاسم من الباب على تركيا، والحمد لله رب العالمين الله يسرنا من فترة وفتحنا هالمحل المتواضع يعني، وتوكلنا على الله يعني بحيث انه واحد يعني يجيب رزقه من تعب جبينه من كد دراعه. طبعا انا بتشكر يعني كل مين وقف معي بهالمشروع ودينني مصاري يعني وقفني لحتى احسنت قيم هالمشروع، وهن والله يعني اكثر من شخص، وانا فعلا كثير كثير بتشكر هون والله يجزيهم الخير. وعندي رسالة كده للمنظمات بشكل عام يعني، إنه يعني اتقوا الله بهالشباب أخي، لا قولوا مشاريع، فتحوا لهم مشاريع، لا تعودوا شبابنا على الشهادة. لح أقول لك إياها بالدوماني، علي الطلاق بثلاثة ما يسقط بشار أسد اليوم، بعد بجمعة بنزل على البلد.